خلينا دكتور ناخد احد ابطالك اللي شرفوك في كاس العالم ده. معانا زينة ابراهيم اللي طبعا حصلت على برونزيه عرضه المتوازي. اهلا بيك يا زينة. اهلا بحضرتك. وطبعا نسيت اقول ان انت متاهله لاولمبياد طوكيو كمان. الف مبروك. الله يبارك فيك. يعني كلميني عن انجازك الجميل. يعني طبعا اكيد برونزيه عالم وعلى ارض مصر اكيد دي كانت حاجه يعني اسعدتك. كلميني عن شعورك لما حصلت على الميداليه دي. طبعا انا اول ما يعني طلعت على المنصه كل الصعوبات والتعب يعني كان احساس بصراحه حلو قوي. كل حاجه نسيتها بس يعني الميداليه بصراحه حلوه قوي بالنسبه لي. وان ده اول كاس عالم يتعمل في مصر وان انا اشارك فيه. طبعا كل حاجه كانت حلوه، التقديم كل النواحي كانت حلوه بصراحه، ودي حاجه مشرفه جدا. يعني انا كنت انبسطت جدا من البطوله. طب زينة قولي لي، ده اول كاس عالم ليكي تلعبيه ولا لعبت قبل كده؟ لا اول كاس عالم يتعمل. يعني لسه ما شاء الله. لسه صغيره ما شاء الله، 17 سنه مش كده؟ يعني لسه ان شاء الله عندك العمر، يا رب يديك العمر ويحفظك من الاصابات. طب يعني هتعملي ايه في الاولمبياد بقى زينة؟ مشرف مصر ان شاء الله. ان شاء الله. يعني انت متحمسه للموضوع ده؟ يعني عندك هدف تروحي تاخدي ميداليه ان شاء الله ولا ايه؟ قولي لي. ان شاء الله يعني ببقى من احسن اللاعبات اللي هناك. طب قولي لي مين اللي كان بينافسك على التاهل برضو يا زينة، عشان برضو الساده المشاهدين يعرفوا، لان انا اعرف ان كان منافسه مصريه صح؟ لا هو في بنات يعني معايا بنتين من مصر برضو، وكان في من جنوب افريقيا ومن الجزائر. وكان الجزائر، كان الدكتور ايهاب بيقول الجزائر. طب مين اللي جه بعديكي في المركز الثاني والثالث يا زينة؟ زميلتي من الفريق كانت تاني اسمها فرح احمد، والثالثه. طب قولي لي يا زينة، انت رايحه بطوله الدوحه اللي جايه الاسبوع الجاي ولا لا؟ رايحه ان شاء الله. طب ايه، مستعده كويس ولا ايه النظام؟ لا ان شاء الله. على فكره دكتور ايهاب امين قاعد اهو بيقول لي ده هي طالعه من التمرين وراجع، مش يعني ما عندناش هزار، ده بس عشان خاطرنا يعني خليكي تسجلي معانا. فعايزك تشرفي مصر يا زينه زي ما شرفتونا. طب انت قولي لي، انت كنت سعيده اكيد طبعا دي اول بطوله عالم ليكي وفي مصر، الاجواء والفرحه وان كل مصر كانت متابعاكي ولا لا؟ طبعا كان في تشجيع ودعم كتير قوي. انت حسيتي ده كلعيبه؟ يعني انا برضو عايز اعرف احساس اللعيبه. طبعا الاتحاد ورئيس الاتحاد طبعا منورنا ومشرفنا، حاسس بالدعم. انت كلعيبه حاسه بالدعم ده ولا لا؟ طبعا كتير كان. يلا ربنا يكرمك يا زينة. زينة ابراهيم طبعا لعيبه الجمباز، وبشكرك شكرا جزيلا. وطبعا حصلت على برونزيه عرضه المتوازي وكمان تاهلت للاولمبياد طوكيو، بتمنى لك كل التوفيق يا زينة ان شاء الله.